ايه الاخبار يا شباب؟ عاملين ايه؟ كله كويس؟ طمنوني عليكم، اخباركم ايه؟ كله عمل سبميشن للبروجكت ولا في حد عنده مشكلة؟ في حد عنده مشكلة في البروجكت؟ الناس كلها عملت سبميشن للبروجكت؟ انا زي ما قلت لكم المحاضره اللي فاتت ان البروجكت لازم نعمل سبميشن على موديل. ممتاز، شكرا يا عمر، ممتاز. مين عنده مشكله في البروجكت يا شباب؟ انا لسه طبعا ما صححتش البروجكتس. هو احنا الجامعه مديانا اوبشنز الاسبوع ده، فالمفروض الاسبوع ده هنصحح كل البروجكتس بتاعت الطلبه. فاحنا من يوم ال 11 ليوم 16، يعني الاسبوع ده كامل هنصحح البروجكتس وهندخل الدرجات على السيفنز في الـ يعني الويب سايت بتاعنا، وهنطلع النتائج ان شاء الله تعالى الاسبوع القادم بعد اعتماد القسم واعتماد يعني عميد الكليه. طب دكتور معلش، هو هيكون في اجازه اللي هي من يوم 16 ليوم 20 دي، مش هيكون في ليكتشرز ولا يكون في ليكتشرز ولا ايه؟ عشان شرم النسيم وكده. ملهاش علاقه، احنا الكورسات بتاعتنا اونلاين، انتوا مستعجلين على ايه؟ انت عندكم يعني ناس مسافره، ما فيش، الناس كلها قاعده في بيتها. والمحاضرات بتاعتنا اونلاين، وكمان في ميزه تانية ان المحاضرات بتاعتنا كلها بتتسجل على اليوتيوب، يعني حتى لو حد منكم ما حضرش هيتفرج على المحاضره على اليوتيوب. يعني ما فيش اي تعليمات من الجامعه بخصوص اجازات شم النسيم، بس انا متوقع يعني احنا متاخرين بما فيه الكفايه، فما افتكرش هيدوكوا اجازات الا يعني للضروره القصوى. يعني مين عنده مشكله تاني غير موضوع اجازه شم النسيم؟ مصطفى، طيب دكتور الفاينل هيبقى امتى ولا ايه؟ طيب بالنسبه للفاينل باذن الله تعالى المفروض يبقى على نهايه شهر رمضان المبارك وبعد العيد. فالجامعه نزلت على فكره النهارده انا مش هشرح حاجه جديده، النهارده جاي عشان ارد على استفساراتكم وفي نفس الوقت نتناقش في موضوع الايفالويشن بتاعت البروجكتس والتريكس اللي كانت موجوده في البروجكتس. فانا هقول الجامعة نزلت ايه عشان الفاينل؟ انا لسه هقول لكم التعليمات الخاصه بالفاينل. ثواني يا شباب وانا هقرا لكم التعليمات الخاصه بالفاينل اكزام. ده لسه القرار نازل على امبارح، يعني لسه نازل امبارح على الجامعه. فانا هقول لكم القرار طبقا لسعاده رئيس الاكاديميه. فالمحاضرات بتاعتنا مكمله عادي لغايه بعد رمضان كمان المفروض. طيب بالنسبه للمواعيد هقول لكم طبقا للتعليمات بتاعت الاكاديميه، مواعيد شهر رمضان المبارك عندنا المحاضره الاولى هتبقى من 9:30 ل 10:30، المحاضره الثانيه من 11 ل 12، المحاضره الثالثه من 12:30 ل 1:30، المحاضره الرابعه من 2 ل 3، والمحاضره الخامسه والاخيره من 3:30 ل 4:30. فدي المواعيد بتاعت شهر رمضان. فطبعا انا هعدل لكم تاني السكادول بتاعنا وهبعته لكم على الواتساب، بس يعني دي بس عشان خاطر موضوع المواعيد بتاعت رمضان. بالنسبة بقى للفاينل اكزام، فهنا بيتكلم طبقا لتعليمات رئيس الأكاديمية. كويس، اولا الميد تيرم او يعني او السيفنس اكزام اللي انتوا قدمتوه المفروض تقييم الطلبة وادخال الدرجات اعتبارا من 11/4 اللي هو النهارده الى يوم 16/4 اللي هو اخر الاسبوع. فاحنا عندنا المفروض الاسبوع ده بيتم رصد درجات الطلبه من 30 درجه، فالمفروض انتوا الاسبوع ده نصحح الشغل بتاعكم ونحطه على 30 درجه. برضو في فليكسبيليتي لاعضاء التدريس، بيقول لك ان في من ضمن ال 30 درجه ممكن نحط 10 درجات على مدى تفاعل الطالب مع التعلم عن بعد. يعني الناس اللي بتشارك معانا، الناس اللي بتحضر اونلاين، الناس اللي بتسلم على مودل، دي ممكن نديها درجات لغايه 10 درجات كمان. ده طبقا للتعليمات الاكاديميه، فدي ميزه. يعني ممكن واحد ما يكونش حل كويس مثلا في السيفنس اكزام، ولكن هو او السيفنس اساينمنت، ولكن هو بيشارك معانا اونلاين وفي نفس الوقت بيعمل سبمشن من خلال مودل وبيتابع معانا على مودل، فدي حد ممكن تزودك 3 4 درجات حتى لو انت ما حلتش كويس في السيفن اساينمنتس. فدي ميزه، يعني دي بالنسبه لكم انتم ميزه. يعني الحاجه الثانيه، السيستم بتاع الجامعه بياخد اتندنس كمان اوتوماتيك. يعني احنا كنا في الاول بناخد برنت سكرين، وبعد ما بنقفل السيشن بروح انا فاتح الاكسل شيت وبقعد اعمل ابديت للاتندنس.
لا السيستم الجديد اللي الجامعه عملته بياخد اتندنس اونلاين، يعني بعد ما اقفل معاكم على طول هطبع لكم الاتندنس شيت بتاعكم بتاع النهارده وابعته لكم على الواتساب، وكمان بيبين كل واحد دخل امتى وقعد كام دقيقه، فدي برضو خطيره جدا. يعني ممكن واحد مثلا فاكر نفسه نط شويه راح دخل خد الاتندنس وراح عمل لوج اوت وطلع من السيستم، فهو بيبين لك الطالب دخل امتى، حضر السيشن كامله ولا لا، حضر كام دقيقه في السيشن، بلس اللي جايب لك اسمه والايميل اللي هو عامل ريجستريشن بيه. وهرجع تاني اكد عليكم كل الطلبه، الناس لما تيجي تكتب اسمها على الزوم اكتب اسمك زي ما هو موجود عندنا في الكشف. يعني مثلا عندي حد من الزملاء كاتب ايفون، ايفون ده انا هعرف منين اسمه. فيا ريت كل واحد هيكتب اسمه على مودل سوري على زوم يكتب اسمه اللي موجود في الكشف عشان اعرف اديه الاتندنس. في حد بقى كاتب لي كوكي ولولي والكلام الجميل ده، يا ريت يعني عايز اسمك في الكشف عشان هو ده اللي انا هاخد بيه الاتندنس. انا باكد مره تانية يعني دكتور معلش، هو احنا مكملين اونلاين لحد اخر رمضان؟ يس 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 يوسف، تمام. ليه تعليمات الجامعه؟ طب دكتور، هو الامتحانات هتبقى 6/6 ولا ممكن تبقى قبل كده؟ لسه ما بانش الميعاد اللي خاص بالفاينل اكزام، لسه ما بانش. خلي بالكوا دلوقتي الجامعه بتركز على حاجتين، بتركز على ال7 وال12. طبعا احنا دلوقتي ثيوريتيكال احنا دلوقتي في الاسبوع العاشر، مظبوط. لو انا بتكلم طبقا للفاينل اكزام هيبقى الاسبوع ال16، احنا مش عارفين كمان 6 اسابيع ايه اللي هيحصل. ممكن حظر التجوال يقف ونرجع تاني ندرس في الجامعه، اي دونت نو، لسه ما نعرفش. وممكن يتجدد اسبوعين في اسبوعين في اسبوعين زي ما حصل بقى لنا شهر، يعني بقى لنا شهر عمالين يجددوا اسبوعين في اسبوعين. ممكن الامتحان الفاينل يكون اونلاين، يعني ممكن الفاينل يبقى اونلاين زيه زي ال7 وال12، او ممكن الفاينل يبقى اوفلاين ترجعوا تاني بالسلامه الجامعه ويحصل امتحانات في القاعات في الجامعه. فاحنا لغايه دلوقتي ما نعرفش، ولكن احنا كدكاتره او كاعضاء التدريس احنا بنكمل شرح لغايه اخر الترم. طيب هنكمل شرح اونلاين ولا اوفلاين على حسب بقى رئاسه الوزراء، فخلي بالك ان القرار بيجي من رئاسه الوزراء ملوش حتى علاقه بالجامعه. بيجي معالي رئيس الوزراء يجدد كمان اسبوعين، فكل الناس بتلتزم بالقرارات، وده اللي بيطلع في المنشور بتاع مجلس الوزراء. فلغايه حتى تاريخه، احنا بنتكلم حتى تاريخه، لسه التجديد كان يوم الخميس اول امبارح لمده اسبوعين. معايا يا شباب؟ فحتى تاريخه احنا لسه اسبوعين قاعدين اونلاين. طب بعد الاسبوعين ايه اللي هيحصل؟ محدش عارف، الله اعلم للامانه الشديده يعني. فلو معالي رئيس الوزراء قال خلاص بعد اسبوعين الدنيا بقت ستيبل والدنيا مستقره والناس ممكن ترجع تاني الجامعات، هنرجع نقابلكم في الجامعه ونكمل زي ما احنا كنا شغالين قبل انقطاع الدراسه. لو معالي رئيس الاكاديميه يعني ليه وجهه نظر تانية قال لك طب هنجدد كمان عشان نطمن ان الدنيا بقت مستقره ومفيش نقل عدوى ما بين الطلبه او الدكاتره او الكلام ده، هنضطر نكمل كمان اسبوع او اسبوعين على حسب طبعا رؤيه يعني رئاسه الاكاديميه ومتماشيه مع رؤيه الدوله. فعشان كده بقول لكم الدنيا مش واضحه، احنا في مرحله ضبابيه من ناحيه هنرجع امتى، ولكن من ناحيه التزامنا في الحضور، من ناحيه التزامنا في تقديم الواجب بتاعنا كدكاتره او كاعضاء التدريس، كلنا معاكم قلبا وقالبا لغايه لما نعدي الازمه دي على خير ان شاء الله تعالى. طب بالنسبه لل12 يا دكتور هيبقى ايه؟ طيب بالنسبه لل12، ال12 توتالي مع المعيد او المعيده، فمعاكم دكتور نوران، تمام. هتبقى معاكم في المعامل طبعا، دكتور نوران بتحط لكم الاساينمنت على المودل، فانتوا هتتابعوا مع الدكتوره ان كيس لو في اي تعليمات خاصه بال12، بس دايما ال12 ال20 درجه بيبقوا مع المعيد او مع تي اي. فبالنسبه ليكم دكتوره نوران نشأت صح؟ اه. فانتوا لازم بقى ترجعوا للدكتوره نوران، دكتوره نوران حاطه لكم يعني ديسكريبشن لل12 على الواتساب سوري على المودل، فانتوا لازم ترجعوا لدكتور نوران لو في اي مشكله خاصه بال12، وهي ان شاء الله تعالى تساعدكم في حلها. طيب هي ممكن تعمل يعني سيشن كده زي ما حضرتك بتعمل على زوم تفهمنا ايه الدنيا وكده؟ دكتور نوران معانا على الجروب بتاع اي بيزنس، فانا ممكن حد منكم يبعت لها على الجروب بتاع الاي بيزنس وهي هتقول لكم الدنيا كلها ماشيه ازاي. انا شايف دكتور نوران بعت لكم الاساينمنت اناونسمنت في مودل، فلو انتم بتفتحوا مودل هتلاقوا في المودل في الاول خالص الاساينمنت، حتى هنعمل شير للسكرين عشان تشوفوها. اعمل لكم شير بس للسكرين، فبصوا معايا انا كده فتحت مودل، فلو بصينا على مودل
وجينا على مادتنا. طبعا انا بدرس في موديل او بدرس 7 مواد مع الاكاديميه، بس انا حاجه على الماده بتاعتنا بتاعت introduction to e-business اللي هي الكود بتاعها BIS 316E. فبص حضراتكم على الهوم بيج خالص، اول ما تدخل هتلاقي دكتور نوران مشكوره كاتبه لكم الريكوست موجود في الاول اهو خالص في الهوم بيج اول ما تدخل على طول، وكاتبه لكم الايميل بتاعها، وكاتبه لهم ان هو ده الايفالويشن بتاع ال 12. واضح يا شباب؟ فانا هقرا لكم الكلام اللي مكتوب. Dear students, you have a file uploaded that is a tutorial for Wix regarding your project. يبقى الدكتوره نوران رفع لكم فايل، الفايل ده موجود معانا هنا اسمه tutorial for Wix online. فانتوا لازم تنزلوا التيوتوريالز ده وتقروه وتفهموه، ولو عندكم اي مشكله هتتواصلوا مع دكتور نوران. تاني، you have a file uploaded that is a tutorial for Wix regarding your project. You should submit within a week the main page with the full design concerning your project. يبقى لازم على الاقل تعمل المين بيج وتبعتها للدكتوره في خلال اسبوع according لتعليمات الدكتوره. The deadline will be on the 12th week. يبقى الديدلاين بالنسبه لنا الاسبوع ال 12، وانا لسه بقول لكم احنا في الاسبوع العاشر، فانتوا قدامكم ماكسيمم اسبوعين. You are asked to submit a picture or a screenshot of your design on Word via my AST email. يبقى حضرتك هتعمل برنت سكرين للشاشات اللي انت هتستخدمها وتبعتها للدكتوره من خلال الموقع او الايميل بتاع الجامعه. واضح؟ The following link is another tutorial for Wix. وكمان بعتها لكم another link عشان خاطر السوفت وير بتاع Wix. بس والدكتوره بعتها لكم التيوتوريال فور Wix. فانت كل اللي انت هتعمله حضرتك هتروح انت منزل التيوتوريال بتاع Wix، وفي نفس الوقت تقرا الكلام الجميل اللي مكتوب فيه، وتمشي بقى ستيب باي ستيب مع الدكتوره لغايه نهايه البروجكت. برضو بما اننا دخلنا على الموديل، الموديل زي ما انتم شايفين في كل حاجه احنا شرحناها، يعني مثلا الكورس اوتلاينز موجود في ويك 1، ويك 2 موجود فيه الماتيريالز بتاعته، ويك 3 ويك 4. حتى لو انتم فاكرين احنا شرحنا الاي كوميرس على 2 بارتس على جزئين فموجود، شرحنا الاي ار بي على جزئين موجود، حتى الزوم ميتنج انا رفعتها لكم. يعني الفيديوز اللي انا عاملها لكم على اليوتيوب شايفين معايا يا شباب؟ الناس شايفه معايا السكرين شيرت؟ اه يا دكتور تمام ممتاز. فحتى هتلاقي مثلا المحاضره اللي احنا شرحناها في الاسبوع السابع ادي اللينك بتاعها، حضرتك هتكليك على اللينك بتاعها نجرب مثلا على سبيل المثال، هتلاقي فتح معاك المحاضره على اليوتيوب اللي احنا اوريدي شرحناها مع بعض، شايفينها؟ فزي ما انتم شايفين شرح معانا دي المحاضره بتاعتنا زي ما رفعنا على اليوتيوب اهي، شايفين؟ اه حضرتك وهكذا. طيب ممتاز. فاعتبر موديل ده المنصه التعليميه اللي احنا محتاجينها في الكورس بتاعنا، مش محتاجين اكتر من كده. فانت الماتيريالز كلها مرفوعه، الاساينمنتس كلها مرفوعه، التواصل مع الدكتور حضرتك هتبعت لي مثلا على الشات او هتبعت لي ايميل هرد عليك من خلال برضو المنصه. هتلاقي مثلا التعليمات بتاعت الدكتور نوران او التي ايز كلها موجوده هنا اهو. احنا لسه في الاسبوع العاشر، هتلاقيني ان شاء الله في نهايه المحاضره بعد ما احنا سجلنا هتلاقيني حاطط لك الزوم ميتنج في الاسبوع العاشر معايا. فالاسبوع العاشر زي ما قلت لكم احنا مش هنشرح حاجه النهارده، ولكن احنا بس جاي عشان نرد على الاسئله، وفي نفس الوقت لو حد عنده اي استفسار ليه علاقه بالمحاضره او الكورس هنحطه هنا. اخر محاضره اللي فاتت على سبيل المثال شرحنا الاي ليرنينج، وادي الملف بتاع الاي ليرنينج، فبرضه هحط نفسي مكان الطلبه. طب انا ما حضرتش المحاضره، هتفرج على المحاضره في الزوم ميتنج اهو، ادي المحاضره بتاعت الاسبوع اللي فات على سبيل المثال. فالناس برضو اللي ما حضرتش وحابه تتابع معانا، يعني عايز اقول لكم للامانه الشديده الموقع عامل شغل عالي جدا. ادي محاضره الاسبوع اللي فات على سبيل المثال وهكذا معايا يا شباب. فانا عشان كده بقول لكم خليكم دايما معانا على المنصه الالكترونيه بتاعت مودل، بصراحه فيها كل حاجه كافيه وزياده، فيها كيفيه التواصل مع الدكاتره، كيفيه الاساينمنتس، الرفع بتاع الماتيريالز في الاجتماعات، المحاضرات، كل حاجه موجوده على زوم على مودل زي ما انتم شايفين. ودي برضو ميزه لينا اللي احنا فعلا احنا افضل من غيرنا، يعني في جامعات كتير انا بدرس معاها بدون ذكر اسماء ما عندهاش الابلكيشن زي مودل، ما عندهاش الزوم ميتنج مرابطينه مع مودل، يعني الكلام ده مش موجود فعلا.
فدي ميزة الأكاديمية البحرية موفرها لنا، فاحنا عايزين يعني نحسن استغلالها، وفي نفس الوقت اللي عنده أي مشكلة يقول لي. طيب السبميشن عشان تبقى انتم شايفين، انا طبعا لسه ما صححتش الورق، بس هي بصفه عامه انا هعمل ايه؟ هروح انا فاتح السيفنس اي بزنس، يعني فور اكزامبل انا بس بوريكم اللي موجود، انا لسه ما صححتش. يعني مثلا الجروب ايه المفروض فيه 18 طالب، فيه 16 عملوا سبميشن، يبقى كده فيه 2 ما عملوش سبميشن في الجروب ايه. انا طبعا ما اعرفش هم مين لغايه دلوقتي، بس انا بقول لكم يعني انا بيطلع لي احصائيات انا كمان. فانا عندي في الجروب نفسه ريجسترد فيه 18 طالب، منهم 16 عملوا سبميتد اهم زي ما انتم شايفين، وفي 2 لسه ما عملوش سبميشن. ده بالنسبه لجروب ايه. ممكن يكون عندهم مشكله في يعني في الدخول على الموقع، انا دلوقتي مش في ايشو اللي انا جاوب على الكلام ده. برضو نفس القصه الجروب بي، انتوا اصلا تو جروبس، برضو في 19 واحد ريجسترد على السيستم، منهم 18 عملوا سبميتد ولسه واحد ما عملش. فالواحد ده ممكن يكون لاي سبب بقى ما عندوش عنده مشكله في الاكونت، او ما خلصش البروجكت ما اعرفش. فالغايه دلوقتي في 3 ما اتعمل لهمش سبميشن، 3 مين هم لسه ما اعرفش. منهم 2 على الجروب A، فجروب A في منهم 2 ما عملوش سبميشن، وفي زي ما انتم شايفين اهو 18 عمل منهم سبميتد 16، ففي 2 ما عملوش سبميشن. وفي عندي في جروب B زي ما انتم شايفين اهم 19 عمل سبميتد 18، ففي عندي واحد في جروب B ما بعتش، وفي عندي 2 في جروب A ما بعتش، ففي عندي 3 ما بعتوش. ان كيس لو هم عندهم مشكله من على السيستم خلاص سماح، هيبعتوا لي على الايميل اللي انا قلت لكم عليه اللي هو magicanprofessor@gmail.com وخلاص هيتحل المشكله. لو هم بقى ما بعتوش نتيجه اللي هم متدلعين، او نتيجه اللي هم ما خلصوش الشغل، او نتيجه اللي هم عندهم مشكله تانية، في الحاله دي هنطبق البنالتي اللي انا قلت لكم على الجروب. ايه هو البنالتي؟ هيبقى على كل يوم 5 درجات. فتيك كير من النقطه دي، يعني احنا قدر المستطاع بنساعد الطلبه، بس برضه لازم يكون في نوع من انواع يعني الحزم مع الناس اللي بتأثر او بتتدلع. فاي حد ما بعتش نتيجه تكنيكال ايشوز احنا يعني خلاص مقدرين المشكله، وفي نفس الوقت مش هننقصه درجات على اي مشكله تكنيكال. ولكن لو المشكله نفسها بيرسونال بقى، يعني هو ما خلصش المشروع، او هو متدلع، او هو ما لحقش يخلص، او اي سبب بيرسونال، ساعتها هنطبق عليه البنالتي كل يوم تاخير ب5 درجات. يعني اتمنى ان ما فيش حد فيكم يطبق عليه البنالتي، بس احنا بنقول الكلام ده ليه؟ عشان الناس بس تاخد الموضوع بجد. حد عنده استفسار يا شباب؟ دكتور، هو احنا في الويكس في اللي هو البروجكت 12، واحنا هنمشي مع الستبس الويب سايت هيقول لنا عليها، ولا على حسب ما دكتور نوران عايزها؟ ما احنا اتفقنا بقى هنرجع مع دكتور نوران. اي حاجه ليها علاقه بال12 دكتور نوران. دكتور نوران معانا على الواتساب جروب، يعني عايز اقول لكم هي معانا وبتتابع معايا، وستيب باي ستيب بتقول لي على يعني البرايفت شات الخطوات بتاعه الويكس. انا اي حاجه ليها علاقه ب 12 مع دكتور نوران، اي حاجه ليها علاقه بالسيفنس او الفاينل معايا. معايا يا شباب؟ طيب تمام. شكرا يا دكتور. جود لك. فانتوا لازم ترجعوا لدكتور نوران تسالوها ايه المشكله، عشان خاطر يعني تحل المشكله معاكم بسرعه. بس نرجع مره ثانيه، الديدلاين في الاسبوع ال 12، احنا دلوقتي في الاسبوع العاشر، فخلي بالكم من كده. فانتوا قدامكم ماكسيمم اسبوعين. برضه دكتور نوران اللي هتحدد هي عايزه انديفيديوال ولا عايزه جروب. يعني ممكن تقول لكم انا عايزه انديفيديوال بروجكت، او ممكن تقول لكم انا عايزه جروب بروجكت، فهترجعوا لها لكل التفاصيل. يا دكتور، كانت قايله لنا دكتور قبل ما الجامعه توقف كان البروجكت هيبقى جروبس. خلاص ماشي، ما انا هكتب لكم اللي دكتور نوران هتقول عليه انا موافق عليه. انا مدي لدكتور نوران عامل لها ديليجيشن او يعني تفويض، اللي هي ماسكه ال 12 ال 20 درجه بتوع ال 12. تمام. نهايه الاسبوع ال 12 او اول الاسبوع ال 13 دكتور نوران هتديني الاكسل شيت اللي خاص بكل الجروبس سواء A او B، وكل طالب جايب كام من 20. هروح انا واخد درجات من دكتور نوران اعمل لها سبميشن في ال 12 على السيستم. فيبقى كده خدنا ال 7 خدنا ال 12. البارتيسيبيشن زي ما قلت لكم بيجاب اوتوماتيك من على السيستم، فاللي هو الاتندنس معذره، ينقصنا بس الفاينل اللي هو عليه 40 درجه. طب الفاينل ده هيبقى ايه؟ احنا لغايه دلوقتي ما نعرفش. لو الدنيا هتستمر اونلاين هنعمل لكم الفاينل اونلاين زي ما احنا عملنا مع بعض في ال 12 وفي ال 7. لو هنرجع تاني اوف لاين هيبقى في امتحان تمتحنه فاينل في الجامعه. لسه لغايه دلوقتي الدنيا ضبابيه زي ما قلت لكم، او مش واضح. هو في دكتور تاني بتاعت ماده تانيه قالت لنا ان هو هيبقى اونلاين، وقالت انها هتعمل لنا اساينمنت برده، ويبقى ليه ديدلاين كام يوم. طيب يعني بصوا، المعلومه لغايه دلوقتي مش واضحه، حتى انا وريت لكم القرار بتاع الاكاديميه لسه مبعوت امبارح، يعني لسه القرار ده مبعوت امبارح، مش ذاكر كلمه الفاينل هيبقى شكله عامل ازاي. فيعني نصبر شويه على الفاينل، لسه كده ولا كده الفاينل بقول لكم بعد العيد، يعني لسه قدامنا شهر ونص على الفاينل. ف
فانا مش هقدر اقول لكم الملامح بتاعه الفاينل دلوقتي، بس ان كيس لو بروجكت هقول لكم قبليها بشهر على الاقل بعد عيد رمضان صح؟ يعني هيبقى في نص 6 الديبنز نص 5 سوري هيبقى بعد العيد صح؟ اخر 5 هو اصلا المفروض يعني طيبين. يعني 24/5 هيبتدي الامتحانات؟ لا 24/5 ده العيد، العيد الفطر المبارك طيبين. بعد العيد يعني 4-5 ايام وبعد كده مثلا على اواخر شهر 5 او اول شهر 6 الامتحانات. معايا شباب؟ اخر شهر 5 اول شهر 6 مش مرسيدر. يعني ممكن تكون الجامعه رجعت تاني وهنرجع تاني دراسه كالمعتاد، فساعتها هتمتحنوا في المعامل او في يعني في قاعات الامتحانات، يا اما لسه الدنيا معلقه نتيجه فيروس كورونا فهنفضل برضو اونلاين وهنمتحنكم اونلاين اكوردنج لي موديل، وزي ما عملنا في السيفنز هنعمل فيه، بس طبعا هيبقى بروجكت مختلف، هيبقى ليه كرايتيريا ايفالويشن مختلفه، هيبقى نوعا ما يعني في يعني حاجات يعني اكتر نتيجه بقى انتوا خلاص يعني ده الفاينل عليه 40 درجه وهكذا. فما تفكروش في الفاينل دلوقتي، ركزوا بس في انتوا خلصتوا خلاص السيفنز، ركزوا في التويلف خلاص. والثلاثه اللي لسه ما بعتوليش على موديل لازم يبعتوا لي بقى برايفت على الواتساب بيقولوا لي هم ما بعتوش ليه على الموديل. طبعا اكيد الثلاثه عارفين نفسهم اكيد يعني، فالثلاثه اللي ما بعتوليش على موديل يبعتوا لي رسائل على الواتساب يقولوا لي هم ليه ما بعتوش على الموديل، عشان لو ما لقيتش سبب مقنع الصراحه هضطر اقسم لهم 5 درجات زي ما قلت لكم. ممكن يكون في حد عنده مشاكل في الريجستريشن، يعني في بعض الزملاء بعتوا لي فعلا المادة واقعة من عندي من على السيستم، المادة مش متسجلة عندي، فأنا أبسط حاجة أقول له خد برينت سكرين زي ما أنا فاتح لكم زوم دلوقتي وباين اللي أنا المادة معمولة إزاي، هقول له افتح لي زوم أبليكيشن ادخل لي على موديل ورجني المواد اللي عندك عشان أتأكد بس المادة فعلا واقعة عنده ولا مش واقعة. واضحة يا شباب؟ فممكن تكون في تكنيكال إيشو هو ملوش ذنب فيها، فساعتها إحنا أبريشيتد يعني نقول له لأ. دكتور اتفضل. طب ما ممكن يكون حد من الجروب مثلا هم جروب 5 ويكون بس 2 اللي بعته وثلاثه ما بعتوش؟ لا 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 خالص، دي برضو نوت اكسبتد. انا قلت لكم كذا مره واكدت على الجروبس ان كل الطلبه بلا استثناء لازم ترفع على موديل زي ما انتم شايفين، ما كل الناس رافعه، فده برضو حجه غير مقبوله يعني. حتى اسمي مكتوب في الورقه. اي نو ان اسم مكتوب في الورقه، بس انا بتكلم كل الناس بلا استثناء ترفع على الجروب حتى لو هو مع زمايله وزمايله رفعوا. احنا اتفقنا الايفالويشن هيتم على كل الطلبه، يعني زي بالظبط الامتحان. وانت في الامتحان بيحصل ايه؟ مش انت بتمضي في الكشف؟ اعتبر ان السبميشن على موديل هو كان الامضه بتاعتك في الكشف اللي انت دخلت الامتحان. طيب اي نو ان نفس الكلام ان الخمسه هيبعتوا كوبي وبيست زي بعض، اي نو انا فاهم تماما، عشان في الاخر اتس ا جروب بروجكت اي نو، ولكن زي ما قلت لكم انت لازم تمضي في الكشف ان انت بعت. يعني لما بيحصل علينا اوديت الجامعه بتعمل اوديت سواء على اعضاء التدريس او على الطلبه او على الادميشن او على اي حد بتعمل عليه اوديت. خلي بالك ان الجامعه ايزو سيرتيفايد، يعني هي حاصله على شهاده الايزو، فعشان الايزو يبقى يعني بيعمل متابعه للناحيه التعليميه، فتلاقي اوتوماتيك داخل على الماده بتاعتي ده في ثلاثه ما دخلوش الامتحان، هو مش فاهم ان هو جروب بروجكت، فساعتها لازم انا اديله يعني توضيح هقول له لا ده جروب بروجكت وفي حد بعد بالنيابه عن الباقيين، هيقول لي اتس نوت اكسبتد. والكلام ده انا قلته لكم على الواتساب، ده مش جديد عليكم يعني، كل الثلاثه ده بالنسبه لي مش عذر، انا قلت لكم الكلام ده على الواتساب وزي ما انتم فاهمين قلت لكم كل الناس تبعت سواء تيم ليدر او حتى كل الجروبس تبعت. مين عنده سؤال تاني في النقطه دي؟ الديدلاين بتاع البروجكت كان امبارح، انت بتسالي سؤال برضو غريب يا مونيكا. لا انا بكلم، لا انا البروجكت بتاع ال12، لا انا عارفه انا سلمت البروجكت بتاع ال7 خلاص. البروجكت بتاع 12 مع الدكتوره كاتبه في الاسبوع ال12، يعني زي ما قلت لكم قدامكم اسبوعين خلاص. انا هخلي دكتور نوران هطلب منها تفتح لكم برضو، خليها بس تكتب لنا التاريخ علشان احنا بنتوه بس الايام مش معانا يعني. لا هي هتعمل لكم زي ما انا عامل بالظبط، يعني مثلا في الاساينمنت بتاع الاي بزنس ال7 انا كنت رافع الديو ديت حاطه في الاساينمنت، فهي نفس القصه بالظبط، دكتور نوران هتحط في الاساينمنت، هتحط في الاساينمنت على الصفحه الديو ديت، يعني زي ما انتم شايفين اهو الديو ديت بتاعنا كان ايه؟ كان السبت الساعه 12 الفجر او 12 بالليل، يعني معنى كده كانه بالظبط الجمعه 12 بالليل، فهو ده انا كنت حاطط الديو ديت كده. فاي حد بعت لغايه الساعه 12 بالليل اكسبتد، اللي هيبعت بعد 12 بالليل يبقى ده ديليت. طب دكتور معلش احنا كنا عايزين من دكتور نوران تعمل زي ما حضرتك بتعمل كده على الزوم علشان نفهم اكتر البروجكت وكده. طيب انا هبعت لدكتور نوران واتس اب مسجز اقول لها ان هي محتاجه يحصل تفاعل من خلال زوم عشان الطلبه تتواصل معاها، ولو حد عنده سؤال
يبعت دكتور نولان نوران يبقى في انتر اكتيفيتي يعني او في انتر اكتيف مع دكتور نوران وقت المحاضره. حاضر. تمام شكرا دكتور. حاضر يا شباب حاضر. مين تاني عنده سؤال النهارده؟ انا جاي للرد على الاسئله يعني زي ما قلت لكم بس عشان توكاتت شورت. وعاده الاسبوع السابق احنا ما بنشرحش للطلبه زي بالظبط الجامعه. فالاسبوع ده انا مش هشرح حاجات جديده ليكم، ولكن انا الهدف اللي انا ارد على اسئلتكم لو حد عنده اي مشكله نحلها له. بجد يا دكتور اتفضل. موضوع الاتندنس ده هيبقى عليه جريدت يعني؟ ما انا قلت لكم من بدايه الكورس الموضوع برده مش مفاجاه. الناس بتحسسني ان انتوا مش معانا على الواتساب. انا كل كلمه بقولها على الواتساب بنفذها. يعني مثلا كنت عامل لكم الديدلاين الخميس، لقيت حد من الطلبه يعني استاذني ان انا اخليه له تقريبا مينا، استاذني ان انا اخليه الجمعه، فروحت قلت خلاص اكسبتد لكل الناس فور فيرنس، بدل ما يبقى مينا يسلم الجمعه وباقي الناس تسلم الخميس، قلت خلاص كل الناس تسلم الجمعه وبعت لكم قلت لكم يا جماعه الديدلاين بقى الجمعه. فنفس القصه انا من دي 1 وانا قايل لكم انا باخد اتندنس اونلاين. السيستم نفسه بيطلع لي اتندنس ريبورت، يعني انا هبعت لكم بعد المحاضره على طول هبعت لكم الاتندنس شيت بتاعكم النهارده. فالسيستم بياخد الاتندنس اوتوماتيك. الحاجه الثانيه انا قايل لكم الكلام ده، انا مش مفاجاه يعني، انا مش فاجئتكم وانا باخد الاتندنس اونلاين، لا ده انا قايل لكم الكلام ده على الواتس يا جماعه لازم الناس تدخل موديل، يا جماعه في اتندنس اونلاين، يا جماعه الاتندنس عليها 10 درجات. يعني انا عايز بس الناس اللي بتتابع الرساله على الواتساب او الناس اللي معانا لو انا ما قلتش الكلام ده يقولوا لي انت ما قلتش وحقك عليا وهديك ال10 درجات بتوع الاتندنس، مش هنقصك درجه واحده لو انا ما قلتش الكلام ده. بس حضرتك قلت فعلا، بس احنا بس عشان ما بنلحقش الفولو اب مع حضرتك، فساعات بنصحى متاخر او ساعات بنفوت المحاضره. يعني يا شباب اولا النهارده المحاضره الساعه 2، هتصحي متاخري بعد الساعه 2 نمبر 1 نمبر 2. الاسابيع اللي فاتت انا كنت بعمل لكم المحاضره الساعه 4 والساعه 5 كمان، ده الساعه 2 ده ريسنتلي بعد تعليمات الجامعه، يعني الجامعه قالت لنا احنا هنلتزم بجدول المحاضرات بتاع الجامعه. فلو انتم فاكرين قبل ما الدراسه تنقطع كان في جروب بدرس له الساعه 12 ونص وكان في جروب بدرس له الساعه 2 ونص، لا كان في 10 ونص وفي 2 ونص الناس اللي كانوا بيحضروا معايا يعني او 12 ونص. فانا خدت نفس الميعاد وقلت بقى بلاش نبدا الساعه 12 خلينا الساعه 2 كمان. ف يعني برضه عذر غير مقبول راحت علينا نومه. نومه انتوا بتناموا لغايه الساعه كام يا شباب؟ دي الساعه 2. طيب ما علينا. المهم مين عنده اسئله تاني؟ انا عندي سؤال تاني معلش. اتفضلي حضرتك اتفضلي. هو احنا الايام اللي جايه هيبقى نظام المحاضرات هتبقى برضو على زوم، المواعيدها ايه مثلا؟ يعني عشان انا برضو ما ببقاش عارفه ان النهارده عندنا محاضره. طيب غير وقت انا بالنسبه لي على طول. ما انا هقول لحضرتك انا بالنسبه لي مونيكا انا كل يوم سبت الساعه 2 لغايه رمضان. طب رمضان المواعيد اتغيرت، لسه قايل لكم المواعيد بتاعه رمضان. فرمضان بالنسبه لي انا هتبقى الساعه 12 ونص المحاضره بتاعتي في رمضان. تاني يا شباب لغايه رمضان كل يوم سبت الساعة 2، فالنهاردة السبت القادم السبت اللي بعده الساعة 2. طب بعد ما ندخل في رمضان كل سنة وانتم طيبين المحاضرة نفسها مش هتبقى الساعة 2، عشان الجدول نفسه الطبيعي ان المحاضرة بتبقى ساعتين في الأيام العادية وفي رمضان بتبقى ساعة واحدة. ده الطبيعي كمحاضرات. طيب بالنسبة بقى لرمضان فاحنا مش هتبقى الساعة 2 هتبقى الساعة 12 ونص، عشان هيبقى غالبا في دكاترة بعدية بيشرحوا. طب ما تخليها دكتور بعد الفطار عشان اعرف نركز مع حضرتك. طبقا للتعليمات الاكاديميه، بس انت مانعين الكلام ده برضو، دي الاكاديميه واضحه فيها، قالت لك ما تديش محاضرات للطلبه يوم الجمعه، عشان كده ولا كده الجمعه يوم اجازه رسميه لكل الناس. قالت لك ما تديش محاضرات للطلبه في الايام العاديه بعد الساعه 5 وفي رمضان بعد الساعه 4، ده طبقا للتعليمات الاكاديميه. فما مش هتلاقي محاضرات بعد الفطار الا بقى لو حد بيتيوليت. عايز الساعه 2 يا دكتور. نعم ما نخليها عادي الساعه 2 في وقت رمضان برضو. الديبنز لو انتم ما عندكوش محاضره في نفس الميعاد يعني، بص خلي الكلام ده ودي على الواتساب، لو ما لقيناش الناس عندها محاضره ممكن يكون في حد عنده محاضره في الوقت ده، فممكن يعني الكلام ده لكن لو على الواتساب. مفيش محاضرات تخليها الساعه 2 على الاقل برضو، احنا عشان يعني الناس اللي بتصحى في نفس الوقت ده. ما عنديش مشكله. مونيكا بحساني شكلك بصحى. انا والله انا بصحى متاخر فعلا، بنام الساعه 6 الصبح. يلا خير ان شاء الله. يعني انا عارف عشان البامبينو يعني ربنا يحفظه ويبارك بالظبط. فيعني انا بالنسبه لي كويس انا بصحى الساعه 2. ممتاز ممتاز ربنا يبارك فيه ويحفظه يا رب. ربنا يخليك. تعالى تاني خلي مواعيد المحاضرات هنرتبها على الواتساب، يعني خلي النهارده كده جرس الدردشه، احنا النهارده بندردش مع بعض، مش عايز برضه محاضره جديده النهارده، خلي النهارده دردشه. اللي عنده اي سؤال، اللي عنده اي مشكله، اللي عنده بالنسبه دكتور للحاجات اللي احنا خدناها في السيفنس هتخش معانا في الفاينل ولا لا؟ كويس ده سؤال جميل.
لو احنا بنتكلم ان الفاينل هيبقى بروجكت ممكن تدخل معانا عادي خالص، اصل هي افكار يعني. يعني احنا مثلا في الجزء الاولاني ادينا بروجكت على الاي كوميرس، ادينا بروجكت على الاي ار بي، ممكن مثلا في الجزء الثاني ندي بروجكت على مثلا على الاي ليرنينج، احنا ما خدناش حاجه في الاي ليرنينج كبروجكت يعني. ممكن مثلا ندي بروجكت على سبيل المثال هناخد المحاضره الجايه مثلا السبلاي تشين مانجمنت او اداره سلسله التوريدات، فانا ممكن اعمل لكم البروجكت على السبلاي تشين مانجمنت. يعني اقصد ان كيس لو احنا هناخد بروجكت ممكن يعني نتكلم مع بعض على التوبكس اللي احنا بتنفع بروجكت. طب لو هيجي لكم امتحان، قبل الامتحان هركز معاكم على النقاط اللي نذاكر عليها. يعني ممكن ما اجيب لكوش كل حاجه في الامتحان، ممكن مثلا اكسكلود بعض المواضيع، ممكن مثلا اقول لكم طب خلاص هنكسكلود مثلا اي كوميرس ده خلاص احنا جبناه، او هنكسكلود مثلا اي ار بي احنا خلاص اتكلمنا عنه في البروجكت. فيعني خلي برده موضوع الفاينل في وقتها هقول لكم ايه اللي نركز عليه، عشان دي الديبند قدامنا تو سيناريوز. يا اما السيناريو الاولاني نعمل بروجكت فساعتها ممكن نركز على يعني موضوع معين هو ده اللي تعملوا لي فيه مشروع، يا اما يبقى فاينل اكزام ريتن اكزام زي باقي الامتحانات اللي انتم بتمتحنوها، فساعتها ممكن اسيلكت توبكس اقول لكم يا جماعه الامتحان هيبقى مثلا في الاربع مواضيع دي، بحيث يبقى انتم عارفين ايه المواضيع اللي داخله في الامتحان، وممكن ساعتها نلغي بعض المواضيع وما نجيبهاش في الفاينل. اكسبت دي. مين عنده سؤال تاني؟ الامتحانات بقت 6-6 صح؟ ما لسه قلت لكم بعد العيد على طول. يعني انا مش عارف 6-6 ولا هو في الاخر جدول، يعني هتلاقي جدول امتحان لمده اسبوعين مثلا، فلسه ما اعرفش الجدول بتاعنا امتى، ولا الدنيا لسه ضبابيه زي ما قلت لكم مش واضحه قوي. بس يعني اي تعليمات بتجي لي انا اوتوماتيك ببعتها لكم على الواتساب، يعني فلو جالي اي تعليمات بالنسبه للفاينل اكزام هبعتها لكم على الواتساب. احنا زي ما قلت لكم دلوقتي مركزين في حاجتين، نرصد درجات السابع وده هيبقى دورنا احنا كاعضاء التدريس، وفي نفس الوقت نتابع معاكم في ال12 عشان خاطر ال20 درجه بتوع ال12. الفاينل اكزام لسه ما اتكلمناش عنها دلوقتي عشان احنا مش عارفين تاني احنا هنبقى راجعين الجامعه ونمتحن للطلبه في القاعات الامتحانات ولا هنمتحن اونلاين. بس يبقى شكل الامتحانات ايه؟ يعني هتبقى اونلاين سيستم ولا هتبقى اساينمنتس ولا هتبقى ايه بالظبط؟ يعني بالظبط انا قلت لكم دي مش هتنفع نجاوب عليها دلوقتي، يعني الاجابه مش عندنا. يعني لو رجعنا مره تانية معالي رئيس الوزراء قال خلاص الدنيا ستيبل والدنيا مستقره والناس ترجع الجامعات، فساعتها هنمتحنكم بالطريقه التقليديه. يا اما ممكن يقول لك لا لسه الدنيا غير مستقره ولسه في انتشار للفيروس ولسه في يعني ريسك ان الناس تنزل الجامعه دلوقتي، فساعتها هنكمل اونلاين. عشان كده بقول لكم دي مش واضحه، عايز بس تستوعبوا النقطه دي. هي لغايه دلوقتي الفاينل اكزام مش واضح معالمه، هو المفروض اصلا يوضحها من خلال الوقت ده عشان بالنسبه للطلبه يكونوا عارفين هيعملوا ايه. يعني شباب خدوها ستيب باي ستيب. احنا خلصنا السيفنز، السيفنز عليه 30 درجه، دلوقتي بنركز في التويلف، التويلف عليه 20 درجه. لما نخلص التويلف تكون وضحت الرؤيه، يعني ركزوا دلوقتي في التويلف ما تفكروش في الفاينل دلوقتي. واضح الفاينل لسه شهرين، هتفكر فيه دلوقتي ليه؟ لو انتوا بتتكلموا 6-6 والنهارده 11-4 فلسه قدامنا تقريبا شهرين، فانت ما تفكرش في الفاينل دلوقتي، فكر على الاقل في التويلف. التويلف قدامه اسبوعين، فهو الاولى اللي احنا نخلص التويلف عليه 20 درجه. فانا عايز كل الناس بلا استثناء ركز دلوقتي في التويلف، ركز مع دكتوره نوران، حاول توصلوا لها، اخلي دكتوره نوران تعمل لكم زوم ميتنج عشان خاطر تتواصل معاكم، وفي نفس الوقت نكمل الموضوع بتاعنا اونلاين. واضح يا شباب؟ فال12 قضيته محتومه، احنا بنتكلم على الفاينل. الفاينل لسه في ديبيتس، احنا مش عارفين هيبقى اوفلاين ولا اونلاين لغايه دلوقتي مش عارفين. مين تاني عنده سؤال؟ حد عنده سؤال يا شباب؟ حد حابب يعني يشارك معانا؟ هي الاكاديميه واقفه في صفنا، يعني هم يعني حاسين باللي احنا فيه ولا هم yes, هيجوا yes, عليك yes. لا خالص انا عايز اقول لكم يعني ده كلام والله فعلا ده اللي بيحصل. معالي رئيس الاكاديميه مع رؤساء الاقسام مع العمداء في الجامعه قالوا لنا عايزين نتعامل مع الطلبه بالصبر والحكمه. والله بكلمكم بامانه، يعني ايه الصبر والحكمه؟ يعني لو في طالب مثلا عنده مشكله في الانترنت ما نجيش عليه قوي في الاتندنس، لو في مثلا طالب بدل ما يسلم الجمعه سلم السبت ما جاتش من يوم، وده فعلا اللي حصل. يعني انا يعني احنا لما الزملاء قالوا لي طب بدل الخميس خليها الجمعه ما عنديش مشكله. لما مثلا حد عنده مشكله فيتال، يعني في برضه حد من الزميلات قالت انا ما عنديش انترنت في المكان اللي انا قاعد فيه، وفي نفس الوقت انا تقريبا في بيت طالبات فما عنديش كونكشن، فخلاص فتجاوزا مع الكيس بتاعتها ما عنديش مشكله. بس لو واحد يعني قاعد في البيت وما بيعملش حاجه ومش عايز يدخل اونلاين، لا ده ما ينفعش نتجاوز معاه. ففي فرق ما بين يعني روح القانون ونص القانون، ده اللي عايز اقوله. فروح القانون احنا بنتعامل مع الحالات الانسانيه، لو حد عنده مشكله
احنا فعلا يعني ما بنعملوش يعني مش لازم نتعامل معاه بنص القانون، ولكن على التوازي لازم يبقى في نوع من انواع الحزم عشان الطلبه ما تتدلعش. يعني في الاخر دي جامعه يعني معايا شباب، ففي الاخر لازم الناس تلتزم بسيستم الجامعه، لازم الناس تلتزم بيه. لو احنا قلنا مثلا ان مودل ده هيبقى هو ده المنصه الاساسيه ندخل من خلالها، كل الناس تلتزم. ودي شفته يعني احنا حوالي مثلا 40 طالب، 3 بس اللي ما بعتوش وباقي الناس كلهم التزموا وبعتوا. الثلاثه دول ممكن يكون عندهم ظروف، يعني احنا هنسمع لهم لو عندهم فعلا مشكله والمشكله تستحق هنتجاوز عنها، بس لو انهم بيتدلعوا هيبتدي بقى نطبق البنالتي. فده الفرق ما بين روح القانون بس ونص القانون. فعايز اطمنكم كلكم، الاكاديميه في صفكم الترم ده قلبا وقالبا، فما تقلقوش، كلكم هتجيبوا درجات كويسه، وما تقلقوش كلكم هتجيبوا تقديرات، فما تقلقوش خالص. يعني انا يعني كلمه شرف مني، اقل واحد فيكم الملتزم هيجيب معايا مينيمم بي بلس، فانتوا عايزين ايه تاني؟ ده المينيمم. فتلاقي في ناس كتيره جايبه A بلس، ناس كتيره جايبه A ماينس، ناس كتيره جايبه A، ما تقلقوش خالص. والناس برضه انا عارف ان في ناس الجريدز بتاعتها مثلا 3.9 و4 وبتاع، فخايف على التقدير بتاعها. والله انا لو شايف البروجكت يستحق الفول مارك هديك الفول مارك، ما تقلقش خالص. لو لقيت البروجكت يستحق الفول مارك هديك الفول مارك، فما تقلقوش من النقطه دي. مين تاني عنده سؤال؟ ريت حضرتك تتاكد يا دكتور نوران، علشان البروجكت ال12 مش سهل، فاحنا برضه عايزين تكون معانا ستيب باي ستيب. حاضر، ما قلت لكم هبعت لها على الواتساب حالا، يعني بعد ما اقفل معاكم هبعت لها على الواتساب اقول لها الطلبه محتاجين سيشن اونلاين زوم ميتنج عشان خاطر تدخل معاكم وتوصل لكم المسجز من عيني. حاضر، شكرا يا دكتور. مين تاني عنده سؤال يا شباب؟ طبعا زي ما انتم شايفين اللي انا لما بعمل شير للسكرين كل الاتندنس بيبقى ظاهر عندي، فانا عندي ظاهر دلوقتي 23 واحد من المجموعتين، وفي نفس الوقت ال 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 السوفت وير نفسه بيحسب لي يعني زي ما قلت لكم الاتندنس ريبورت. فانا بس كل اللي انا عايزه ان كل واحد يكتب اسمه اللي موجود، يعني مثلا كويس او يعني مثلا شهد هاني او ياسين خالد، هما كاتب لي الاسم اللي موجود في الكشف. وليكن مثلا انا عندي زميلتنا رضوى، لو انا عندي 3 رضوى في الدفعه انا هعرف اني رضوى فيهم، فيا ريت كل واحد يكتب اسمه ثنائي على الاقل او ثلاثي. يا اما بقى لو اسمك لوحده ومفيش حد تاني خلاص، يعني ممكن مثلا مونيكا، ممكن ما يبقاش عندي ناس كتير اسمهم مونيكا فمعروفه، وفي نفس الوقت كبالي مونيكا طالعه. ولكن مثلا زميلتنا رضوى على سبيل المثال، لو في عندي 3 رضوى في الدفعه انا مش بعرف انت انهي رضوى فيهم. يعني لا، انا في مونيكا طالعه التانية على فكره في الدفعه، فانا بعت لك الاي دي. طب ما فيش مشكله، يعني في عندنا زميله تانية اسمها مونيكا. طب كويس، انا بس بديكم امثله عشان تبقى انتوا عارفين قمه المعاناه اللي احنا بنعانيها. يعني فكل واحد كاتب لي اسمه ثنائي كويس، انا مش عايز غير كده. بس لو واحد بقى كاتب لي مثلا بسنت ايفون، مع احترامي لبسنت، يعني بسنت ايه بالظبط يعني مش عارف. برضو لو عندي اكتر من طالبه اسمها بسنت انا مش هعرف انت مين فيهم يا بسنت، الا لما اروح اتاكد بقى انت عندك ايفون ولا ما عندكيش ايفون. بس يا دكتور، ممكن كل واحد قبل ما يعمل جوين للميتنج عامه يكتب اسمه والاي دي جنبه. مش مشكله ماشي، عايزين تعملوا كده اكسبتد يعني، او انت ممكن تثبتها. يعني كلكم عاملين زوم ميتنج غالبا عشان خاطر الجامعه، يعني افتكر لو حد بيكلم زمايله على هيكلموا على الواتساب او الفيسبوك او هيكلموا على السكايب، فاحنا عاملين كلنا زوم ميتنج عشان الجامعه، فكل واحد يكتب اسمه يعني يا اما ثلاثي يا اما ثنائي يا اما يكتب جنبه الاي دي، يعني نشوف الاسهل لكم. بس على الاقل يبقى الاسم معبر، بحيث وانا باخد الاتندنس للطلبه ابقى انا عارف مين بيعمل ايه يعني. طيب مين عنده اسئله تانية يا شباب؟ كده الدنيا واضحه؟ طيب ممتاز جدا جدا جدا، يلا اشوفكم على خير الاسبوع اللي جاي، وجود لك يا شباب الاسبوع الجاي ان شاء الله اقول لكم النتائج، وباذن الله كلكم تجيبوا درجات النهائيه. وان شاء الله معلش يا دكتور، هو الليكتشر اللي فاتت اتشرح فيها حاجه ولا ما الليكتشر اللي فات زي ما اتفقنا الاي ليرنينج واتفقنا اللي فاتت دي انا ما كنتش حضرتها، كان ورايا بروجكت بسلمه على الويب سايت يا شباب. اي حد ما فاتته محاضره على الويب سايت، يعني لو رجعتوا على مودل الاسبوع ال 13 هتلاقي اسف الاسبوع التاسع هتلاقي المحاضره بتاعتنا موجوده. فلو انا رجعت تاني على مودل اهو قصادكم، فهتلاقوا في الاسبوع التاسع زي ما انتم شايفين اهو، ادي الزوم ميتنج، هتروح انت فاتح دي، وادي برضو الماتيريال اللي اتشرحت، شرحنا الاي ليرنينج، وادي الزوم ميتنج. لو فتحت الزوم ميتنج هتلاقي المحاضره اللي فاتت اللي هي الاي ليرنينج. ودي الميزه اللي احنا بنعملها على اليوتيوب تشانل، ان لو حد فاتته محاضره يعرف يتفرج عليها. فزي ما انتم شايفين ادي المحاضره بتاعت الاي ليرنينج اللي احنا شرحناها المره اللي فاتت اهي، ما تقلقش خالص. تمام، شكرا دكتور. طب يلا اشوفكم على خير ان شاء الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جود لك يا شباب. ميرسي يا دكتور خالص، باي باي. شكرا.